صار طالع ما بعد قيم. والحمد لله. الله يحفظك. صار التعرض صار. وانا صاروخ مال غادي فطب السيارة وطلع من السيارة. بتوجيه مباشر من سماحة علامة السيد أحمد صافي متولي الشيخ العدو العباسية المقدسة، توجه وفد لعيادة أولادنا وأخوتنا وقدوتنا من الأبطال، أبطال الحشد الشعبي الذين في الواقع تعرضوا لغيلة وغدر من قبل الأعداء. وحقيقة كما تعلمون وأعتقد الصورة واضحة جدا أن قضية الصراع بين حق الواطن مستمر، وهناك من حقيقة يعني حاول أن ينال من عزيمة هؤلاء الأبطال، لكن سبحان الله هؤلاء الأبطال وقفوا له بقوة ورغم حقيقة الشهداء الذين مضوا، لكن سبحان الله كان ردهم صاعق. تعرض حقيقة أول بداية ما رصدناهم بدأ ردينا عليهم بالرمية، بعدين جمعاهم أمر فوج هم رصدهم باتصال ويا أبو علياء العيسى، وأعتقد أمر فوج الناصرية اتصال وياه، بعدين الدور صار يحاصرهم منطقة العيث ناحية حمرين، منطقة ناحية الحمرين منطقة العيثة الساعة 8:30 لا بالليل صار التعرض. ايش ما حكي بحقهم أجامل، خاف تقول إن أخوي جامل جيدة يعني كلش، يعني أنا لو الله وأهل البيت والحشد ما جايبين هنا لا نريد هاي راحت، أنا انقط ما تبطب العدل. كان فقدان أرض واسع راويك الصورة بعده سلسة، الحمد لله شكر طلعنا بنتيجة جيدة.